كنت بتروحي المسرح كتير مع والدتك الفنانة أمال سالم. الله يرحمها. طبعا هي وجه معروف، يمكن في أجيال ما تعرفش اسمها، بس أول ما هتشوف وشها هتعرفها طبعا، لأن هي ما كان موجودة في أعمال كتيرة جدا. بتحبي أكتر حاجة ليها إيه؟ يمكن الناس تفتكر أمونة في مسرحية رايا وسكينة. دي كانت رهيبة، دي والدة الفنانة الكبيرة سوسن بدر الراحلة الفنانة أمال سالم. يعني كل التحية ليها ولروحها. خلينا نشوف المقطع ده. اللي جابك يا خلامون؟ جاي أطمن عليكم. ليه؟ أشوفكم عايشين ولا ميتين؟ الحمد لله. جعانين ولا شبعانين؟ مصرين ولا مفتوحين يا ريا؟ اخرسي قطعي لسانك. اسمعي يا أمونة. باه أمونة كده بلا خاله؟